بقدر ما حقق الحجر المنزلي نجاعته في تطويق فيروس كورونا، خلف كثيرا من المآسي لبعض العائلات الجزائرية نتيجة الحوادث المنزلية التي طالت الكبار والصغار كذلك. إن كان القسط الأكبر من إمكانيات أكبر مستشفى في الجزائر قد خصصت لمواجهة الوباء، فإن أطقم هذا القسم قد تجندت لرعاية ضحايا بعض تبعات الحجر المنزلي، حجر غير من سلوك الطفل إبراهيم وأكسبه حركة زائدة تسببت في حادث كاد أن يودي بحياته. كي ولا يخرج شغل بقوة، يخرج يروح يلعب يجري يلعب وقاعد، صرا له هذو المشكلة تضيق المنزل وقاعد، الإنسان ما عندوش وين يتفسحوا الداخل، ما عندوش إمكانيات اللي هما يبا تخرجوا نفسحوهم ولا ندوروا بيهم ولا ما كاش كيفاش. إبراهيم ليس وحيدا في هذا المستشفى، أقران له يزورون قسم الطوارئ للسبب نفسه، فيما سجلت أقسام أخرى وفيات بسبب حوادث منزلية. المصلحة عندنا زوج أطفال، واحد تكسرت العمود الفقري تاعو وحي، ولكن يبقى يعني باراليزي يبقى مشلول، وكان واحد طاح من الطابق الرابع، كان في الأول في يعني كوما يعني بالتنفس الاصطناعي في الإنعاش، والحمد لله دوكا راهو تخي تخي بيان وراه. للأسف كان في حوادث منزلية مميتة، نعطيك على المثال في لحظة حالة الحروق درجة كبيرة، صعقات الكهربائية، سقوط مميت للأسف. ليست إجراءات الحجر وحدها المتسبب في هذه الحوادث، عوامل أخرى يعتبرها مختصون أكثر خطورة. لاحظوا أن العديد من الأولياء يعني من أصيبوا بإحباط واكتئاب جراء الحجر المنزلي اللي هو صدمة اجتماعية مفاجئة للكثيرين، يعني يجد نفسه الأب والأم في المنزل يعني مقيدين إلى آخره، وبالتالي هنا كان نوع من الإهمال اللا إرادي لأبنائهم. وللحجر فوائد أيضا، زاد من تقوية الروابط الأسرية، وإن تسبب ذلك في حوادث ناتجة عن تقصير أو إهمال فقد جعل العائلات تعيش تجربة غير مسبوقة ربما لا تتكرر إن تغلب العلماء على كورونا وقرينه من الفيروسات. عبد القادر خربوش، الحدث، الجزائر.